إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة إذن مباشرة متابعين أوفياء لقناة شوف تي في. أتمنى أنكم تكونوا على ما يرام بطبيعة الحال، لأن تحية طيبة، تحية عطرة للجميع سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. أتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية، والحصيلة كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم. إذن أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 56 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأكد نفس المصدر عن وفاة 3 ديال الوفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 16039 حالة وفاة منذ بداية الوباء بالمملكة المغربية. وأفادت نفس المعطيات عن شفاء 110 ديال حالات الشفاء، أكدت التحاليل المخبرية سلامتها من عدوى كوفيد 19. إذن ما فيها بس أنكم تردوا البال، وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات ما زال كتسجل، أرقام ما زال كترتفع للأسف الشديد. نطلب الله السلامة، أكيد نتمنى من الله أنه يرفع لنا هذا الوباء باش نرجع الحالة الطبيعية ديالنا طبيعة الحال. إذن جهة طنجة تطوان الحسيمة بدورة كتسجل إصابتين جديدتين فيروس كورونا وصفر وفاة خلال 24 ساعة الماضية. إذن مزيدا من الحيطة والحذر، أكيد متابعين الأوفياء ما فيها بس أنكم تردوا البال، وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات ما زال كتسجل. إذن تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. إذن ما فيها بس أنكم تكونوا تردوا البال، وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، إذن ما فيها بس متابعين الأوفياء أنكم تردوا البال بطبيعة الحال. إذن مزيدا من الحيطة والحذر، أكيد نطلب الله السلامة أكيد للجميع. جهة طنجة تطوان الحسيمة بدورة كتسجل إصابتين جديدتين فيروس كورونا وصفر وفاة خلال 24 ساعة الماضية.